ده طب شرف. انسوا يا رب الابطال، نسمع بقى حته انتي كده بتفاجئيني ليه ب نفاجئك. ايوه ماشي. يلا بينا. هي عنصر يا رب الابطال طبعا كان هتاف للوايت نايتس، انا عملت له لحن مختلف شويه وخليت فيه النجوم كتير منهم كابتن يغنوا. حسن يسري طبعا، طبعا بالمناسبه بحييه يعني طبعا، علشان تحياتنا لكابتن حسن طبعا، يسري طبعا، وكابتن هيثم فاروق، وكانت طبعا فرح علي، وكان كذا حد تحياتنا موجود ليهم فيها، كلهم اكيد. كانت يعني كان اغنيه كانت جميله وشادية عيسى، جدا، يعني كان تقريبا كل لميت الناس. النجوم زملكاويه كلها. طب حلو قوي. والسوشيال ميديا هشام عبد الوهاب ومايكل ايوب، كل الناس تحفه. يعني. طيب يلا بينا. انصر يا رب الابطال، معاكم نكمل المشوار، بايدينا نرفع نادينا، واحنا باعلى صوت دايما هنقول الزمالك، الزمالك فريقي، الزمالك هفضل ورا على طول، الزمالك هو البطل الحقيقي، الزمالك انصرنا يا الله. حلوة جدا جدا جدا، دي كانت كلماتك؟ لا دي كلمات الوايت نايتس، هم كان هتاف جماهيري يعني. هم دي بالظبط، الهتاف وعمل بتاعهم. توزيعها احمد اسماعيل، وانا عملت لها لحن يعني، هي كانت انصر يا رب الابطال يعني، بيغنوها كانت بطريقة تستتيف كده الجمهور. الهتافات. فانا عملت لها يعني لحن كده وقلت طلعتها يعني بطريقة تبقى مختلفة، اه حلوة جدا بجد.